السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أختكم أميمة على قناة وصفت ناس زمان للوصفات الطبيعية. سعدت بلقائكم عزيزاتي، وأتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله سأتقاسم معكم وصفة فعالة جدا لتبييض بشرة الوجه وكذلك اليدين والرقبة باستخدام مكونين فقط. المكون السحري في هذه الوصفة، وأنا أعتبره من المكونات المفيدة جدا التي لا أستغني عنها في البيت لتبييض الوجه، وهي الألوفيرا. فجل الألوفيرا مفيد جدا للبشرة، فهو يعمل على ترطيب وتنعيم البشرة وكذلك مبيض فعال للبشرة، فهو يزيل البقع الداكنة والتصبغات وأيضا يحافظ على ليونة البشرة. ستحتاجين كمقدار من جل الألوفيرا في هذه الوصفة إلى 3 معالق كبيرة من جل الألوفيرا. أما المكون الثاني في هذه الوصفة والمعروف على أنه من المكونات المبيضة للبشرة، وهو مسحوق الأرز. فالأرز مفيد جدا للبشرة، فهو يرطب وينعم البشرة كذلك، وأيضا يعمل على إزالة الرؤوس السوداء، مما يجعله من المكونات المفيدة جدا والرائعة لتبييض البشرة، سواء تعلق الأمر ببشرة الوجه واليدين والرقبة كذلك. ستحتاجين كمقدار من جل الألو من مسحوق الأرز عفوا إلى ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز. بعد التعرف على مكونات الوصفة الطبيعية الخاصة بتبييض الوجه، نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام. فضلا وليس أمرا أختي الكريمة، إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة ناسمان، المرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي تتوصلي بجديد وصفاتنا، سواء تعلق الأمر بوصفات تبييض البشرة وأيضا تطويل الشعر، وبالإضافة إلى وصفات الحمل وأيضا تبييض الجسم وعلاج تشققات الأقدام وعلاج البواسير وتنظيف القولون العصبي. أما فيما يخص طريقة تحضير هذه الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة، فكل ما عليك هو تحضير مسحوق الأرز في المنزل، ثم تقومين بخلطه مع جل الألوفيرا حتى تحصلي على كريم ناعم جدا، وبعد ذلك يمكنك استخدام هذا الكريم الليلي لتبييض البشرة بامتياز. فبعد استعمالك لهذه الوصفة للمرة الثانية فقط ستلاحظين نتائج رائعة جدا. أما فيما يخص طريقة الاستخدام فكل ما عليك هو وضع هذا الكريم الليلي على بشرة الوجه بالكامل وتتركينه إلى الصباح، وبعد ذلك يمكنك غسل وجهك بالغسول الخاص بك. تكررين هذه الوصفة في الأسبوع الأول بشكل يومي، وفي الأسبوع الثاني يمكنك استخدامه 3 مرات فقط في الأسبوع، فستحصلين على نتائج رائعة جدا، بشرة ناصعة البياض خالية من كل العيوب. كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم. شكرا عزيزتي على المتابعة، وإلى اللقاء في وصفة أخرى إن شاء الله.